اهلا بيك يا جماعه فيديو جديد. النهارده نلعب برو كلوبز. احنا في نادي الزفلطه عاملين 13 وين وتعادلين واربعه خسائر للاسف. الفيديو اللي فات جبنا بروموشن. ايه الكاس الحقير ده؟ كاس الحليب. كاس الحليب ده كاس الحليب. لا ايه ده؟ البلاك مامبا هيرفع الكاس يا جماعه. واحب اقول الحمد لله على المجهود الفظيع اللي احنا عملناه. وده كان تعب وزفلطه كتير. والنهارده هنلعب اول ماتش ليا في ديفيجن 7 ومعانا فوفو وهو بيغير الكوتشي لمؤاخذه وانا مستنيك يا اسطى في الفورميشن. يا اخويا وحشني يا اخويا. وحشني يا اسطى. وحشني يا اسطى. يا عم انت اللي وحشني. يلا انا كامينج اهو. صباح الزفلطه يا ابو عم. نادي الزفلطه يرحب بالجميع. كان في نادي اسمه فعلا نادي الزفلطه. تخيل بقى برضو الاجوان اللي بتدخل فيه جوان زفلطه. يا لهوي فعلا. يبقى اسم على مسابقه. هو فعلا هو هيبقى نادي وفي بقى جيرفينيو وايباربو وديناتلي و فيكتور ايباربو. فيكتور ايباربو ده كده كده السترايك الاساسي بتاع الفرقه. وديناتلي وميكولي و ومين تاني؟ اكبون لاهور. ياه. وفاكر فاكر ملابا؟ لا مش فاكر. ايه يا اسطى السيلفر يا اسطى ملابا يا اسطى السيلفر اللي كان 90 هيدن ده. ايوه يا اسطى كنت بتجيبه يا اسطى بتفشخني بيه بقى. ايه ده؟ وبلاك مامبا. ايوه زفلطة. مش هتكلم على البلاك مامبا. ايوه جماهير. يلا بينا يلا بينا. هو ده. خش بحط اخوك يا ابن خالتي. يا لهوي على الزفلطة. يا نهار اسود على القرف. على الابو القرف يا اخي. يا ايه يا ابني بيقول لك الراجل ايه ده؟ ايه ده؟ انا كتب لي يور كلوب. ايه ده؟ ايه ده؟ يا لهوي يا خرابي. ايه يا اسطى؟ ايه يا اسطى ايه؟ انا مالي يا عم؟ انت خرجت؟ هو تقريبا الجمعه ما خرجتش. انا قال لي يور كلوب هاز فورفيتد البتاع ده. ايه الهبل ده؟ ايه ايه ايه؟ هو تقريبا الجمعه جابهمش فقالك اطلع بره. امشي اطلع بره. اتحسب لها بلس؟ اتحسب لها بلس؟ ايه القرف؟ ايه الهبل؟ عارف ايه؟ من كتر ما الجون وحش فعلا. قال لك طلع لي يا ابني العيال دي بره. بدايه موفقه وغير موفقه. بدايه زي الزفت. نبدا بدايه زفلطيه جديده. بنلعب نيجيريا ولا ايه؟ ها يا اسطى كنت تاخد دراك. احنا عندنا عندهم مدافع وعندهم ثلاثه قدام. انا بلاك لاك حقير جدا. طب اصل احنا لبسنا جول. لا مش اوفسايد. مش اوفسايد. ايه القرف؟ مفيش نعمل ليف جيم هما اللي يخسروا. ما اعرفش ادافع. هو الواد ده ماله فيه يا راجل؟ مش يا عم مش ده يا عم. لف بقى. ده ايه المدافع القافة ده؟ بيجري بظهره. والله بلاج اول لما يدخل. ايوه. ايه ده احمد؟ انا قاعد بلاس كونكشن مش عارف ليه. احنا يور كلوب فور هاز فور فيتد بان. هرستر هرستر ويك راستر يا اسطى. انا مستنيك. هاي ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ هو ده كيش بيه. هو اللبس بس ايه حكايه اللبس؟ ايه هو حكايه اللبس وحكايه ان واحد بيلعب قدامنا ببنطلون؟ يعني ايه؟ ايه ده؟ انا مش فاهم اي حاجه من اللبس على فكره. لازم نخلص من الماتش ده في اسرع وقت. انا مش شايف حاجه والله من اللبس. لا اهم حاجه ابو بنطلون يعني الوحيد البنطلون ده هو الوحيد اللي عارفه يعني. واكيد عارف اللعيبه بتاعتنا عشان عليها حاجه. الابتش. الابتش. لا يا اسطى ده احنا نقعد له بقى على اخر الزمن. واحد بنطلون يجيب فينا جون يعني. هو ازاي اصلا لابس بنطلون بجد؟ انا عايز افهم الحوار ده. ريوش قوي عامه. هو ريوش اه بس هو سريع يعني. بص رجليه حتى في بعيد سريع فشخ. ايه يا عم الطلقه يا جماعه؟ الواد ده بيطير. هو الواد ده مش كان لسه قدام؟ الواد ده بيطير والله. ايه ده؟ ميسي. الماتش ده هيجيب لنا تخلف. طب هم مش بيتلخبط زي ما احنا بنتلخبط؟ موسع كده. ارميه بعيد. الواد بيزق والله بيزقني وبيجري بيا فاهم؟ يا لهوي. ايه ده؟ مش عارف ايه. يلا عايزين نبعت ليه ايه الموضوع ده؟ نيفنس نينفستيجيت في الموضوع ده. انفستيجيت في الكيس دي. و
انفستيجيت في تخلفك برضه يا ابني. مش عارف والله مش عارف الفرق. يا نهار اسود ايه. لا انت فوق بقى معايا كده. هو ايه يعني العيال دي؟ ايه ايه العيال دي؟ الواد ده مش طبيعي يعني. هيدير هيدير احسن. ده مين اللي طيار ده؟ ده اكل وشلوت. ده الواد ليه متعصب؟ اللعيبه بتاعتنا فين؟ نهار اسود. يا نهار اسود. لا 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 ده مفيش داعي. يا نهار اسود. احنا بنتشلح. نزيلو شوت. عشان فشخ. احنا ما جيناش. احنا ما نعرفش يعني ايه برو كلوبز. طب ايه اصلا؟ الماتش اللي فات كان ماشي كويس. الريمونتادا طيب؟ ايه الريمونتادا التاريخية يا جماعة. الو. حتى الريمونتادا مش راضية تكمل. يلا يلا سمي بالله كده. اهم حاجة انت بس ركز في ام الدفاع ده عشان العيال دي. يا نهار اسود. والله يا ابني سرعة قوي. يا نهار اسود ياما. يا نهار اسود. ايه يا ابني العيال دي؟ واحنا لعبتها عندها شلل ليه؟ يعني الواد ما ضيعش هيد، ما ضيعش جاريه، ما ضيعش باصه، في ايه يا عم؟ يعني؟ الواد مش طبيعي والله، الواد جامد قوي يعني. يا رب يا ساتر. يلا بقى. يا نهار اسود. خلاص كده بتقول لك روح. بتقول لي روح فعلا. ليه اصلا انت كنت ماشي حلو؟ هي دي وهو ده. يلا بقى يلا بقى يا اسطى بقى. يلا ايه ده؟ هات الكوره هات الكوره يا عم. مش راضي يا عم اعمل اي حاجه. الريمونتاد خايف يلبسونا اتنين. هو الواد ده مش طبيعي يا اسطى. يا عم اقف كده انت بس هنا كده. ايوه صح كده اضرب. ما بيضربش. هو ازاي بيرفع الرفعه دي؟ ما هي يا اسطى مش ناقصه تخلف. يلا تفتكر احمر؟ اكيد طبعا احمر يعني. هو تفكر ديسيجن. هي مش دي مشكلة، مشكلة الفاول ده يخش جول. يعني المشكلة ان انا واقف حيطة يا جماعة، مش عارف اقف في الجول. اوقف حد في الجول يا ابني. استنى استنى ايه بقى استنى. لا 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 عشان كده تضرب الاوفسايد، ضرب الاوفسايد، ضرب الاوفسايد. يا عم مش مهم. هو ولا اوفسايد. هو ايه اللي عمله ده طيب؟ ايه يا ابني ده؟ هو بيعمل الحاجات دي ازاي؟ انا شايف فيها واحدة ريبورت للاباتشي عشان ده الاباتشي يعني. هو ايه ده؟ ايه ده؟ هو احنا مش موقفين جون ولا ايه؟ ادي الاباتشي. ارفع للاباتشي. ادي الاباتشي. يا ارفع. في كورة ما عدتش يا اسطى. احنا جبنا هيد يا اسطى انا مش مصدق. استنى يلا يلا هنجيب لي جون كمان. يلا يا لهوي على الموزة. هو العيال دي ايه ده؟ العيال بتلعب حلو قوي. الاباتشي اه ايه ادي لاني. ايوه رفعت المكرونه دي. هو عايز يدي الاباتشي. لا هو الاباتشي بصراحه يا عم انت في ايه يا عم؟ ما انت سايب لي الكوره. الاباتشي لا بقى يا لهوي. يعني انت يا اباتشي جبت كل فاتو دول كلهم وضيعت دي. يا عم اسكت ما تسخنوش. ده معانا ده ولا ايه؟ اجري يا عم يا راجل. يا نهار اسود ياما. اه 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 قلبي. اه يا عم اتنيل اتنيل بقى يا عم. ده مفيش داعي. يا نهار اسود. بس عشان السادس جاي دلوقتي. عم اوف بقى يا عم. خلات هنا بقى عرفتونا بقى. اسود. يلا ادي جون السادس. ما تحركش الجون، ما تعملش اي حاجه. وقف بس حد فيك. ما تحركش ام الحيطه يا عم. استنى انا اقف هنا المره دي. الاباتشي مش هيشوط ولا ايه؟ الاباتشي اكتفى. مش من حركنا الحيطه يا ابني. ايه العيال دي؟ العيال دي مش طبيعية.
شكرا يا حكم. النيش هيشوطها مثلا ولا ايه؟ هو في ايه؟ انا اتخنقت. بص اللي فتح سبرينت تحت ما بيوقفش. لا ما انت مش هتجيبها مش هتجيبها بقى، انا اتخنقت. ما هو جاب الستة اللي قبليهم يعني. يلا يا اسود. بص انت هتطلع الجون بقى بعدها. بص احنا انا شايف ان احنا نطلع بره. البتام يجي دي اكتر اهانه اتعرضت لها في تاريخي في برو كلوب في الفيفا. في الفيفا عم. ايوه يا اسطى عيب بقى عيب بقى عيب بقى. وانا افتح ايه الاباتشي؟ الاباتشي جاب كام جول؟ الاباتشي جاب 5. بعد اهانة الماتش فات احنا عايزين نرجع بقى ايه، عشان الواحد اتهان الماتش اللي فات فعلا. يلا بقى ايه نرجع اي حاجة. نرجع اي حاجة فعلا. كويس مفيش لعيبة ببنطلونات في الماتش ده. مفيش الحرامي اللي كان موجود ده. انا فورميشن مش عاجباني على فكرة. يا نهار اسود. ايه ده؟ انت جاي تكتشف بعد دي بقى ايه؟ بعد رابع ماتش دي زفلة. ها يا ابني ارحمني يا ابني يا ابني ارحمني. انا اتخنقت. حاجة قذرة. ولا دي الكرة مش عايزة يا ابني اديني ام الكورة. انت غريب انت غريب والله يعني. والله ما اديها لمين، ما انا بديها لك. يا ساتر يا رب. ايه مش حياتها تجيلك ده انت رخم. جامد يا اسطى جامد. يا فرج الله. هو انت عملتها تاكينج ليه؟ انت توترت ليه يا اسطى؟ انت توترت ليه؟ يا عم الدراع فلت من ايدي. والله الدراع فلت من ايدي. اوه نهار اسود. يلا يلا مش طبيعي. ما شاء الله جاب جون تلعب بارتي. طيب هو فؤاد مش معايا في بارتي بس انا ايه نهدي اللعب نهدي اللعب نهدي اللعبة يا رب يفهمني. خش البارت يا فؤاد خش البارت يا فؤاد. انجز انجز يا فؤاد انجز. محدش بيلعب انا مش فاهم يا عم وحشني. استنى بس شغل. انا تقريبا انا كل ما اجيب جون ثانية بقى كده. يا ليتس فلاي يا عم في ايه؟ هات ارفع يا ابني هات ارفع هات ارفع. انا لعيبي مش نافع هداك. لعيبك مش نافع اي حاجة مش صدقني مش هداك بس. ايه يا اسطى في ايه يا اسطى؟ يا نهار اسود يا جدعان. يا ناس هموت يا ناس. ده لعيب قذر. عايز ديليت من عايز ديليت اكونت. ديليت اكونت فعلا مش ديليت بلاير يعني. انا بس اشوف الحيوان اللي بيجري فيه. يا لهوي هيرفع هيرفع اكيد هيرفع ما اكيد يعني. طب طب طالما انت هارش انه هيرفع قوي كده ما هو مفيش واحد بيجي معاه تحت اعمل ايه. ادي بقى كده يا عم يا عم ارحمني يا عم. انت مش سامع الهبد اللي انا قاعد بدوسه. انا اتخنق قفش. كمل 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 يا عمي يا عمي بقى. واحدة بقى واحدة بقى. بقى يا عم اي حاجة ارسع ازفلط. سوري سوري مش كده. ما انا اصلا طالما الكرة ما تجيليش كتير هتلاقيني استنى بس ايه يا عم يا... لا 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 والله لا 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 انا مش يعني انا مش فاهم بقى اللي حصل دلوقتي ده ايه. انت فاهمني انا انا بجد انا مش فاهم اللي حصل دلوقتي. والله انا مش فاهم اللي حصل دلوقتي. انا حصل لي حاجة انا اتخنقت اكتر منك والله. الحمد لله رب الحمد لله الحمد لله. انا مش مصدق نفسي كده بقى. البلاك مامبا رجله اخدت على الاجوان وهيطمع في الهاتريك.
ليه 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 استنى ها هي يا 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 ابني يا ابني بقى ما تقرفناش بقى مش لده هم كام يا نهار اسود هم كتير قوي يا لا 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 بص انا مش عارف اطمع مين الصراحه يا لا الحمد لله طلع اعمى ايه ده انا عارفه بتسخني يلا انت يا ابني 92 ابو سيدك طب انا والله وانا شفت بس حصل لك بعديها فانا ما فهمتش اللي حصل طب يا جماعه ده كان الفيديو انا اسف على اللي حصل ده انا مش عارف انا مش انا خلاص احنا ده هيكون اخر فيديو للبرو كلوبز قولوا لي عايزين نعمل فيديو على فيفا في ايه تاني اه نهار اسود سلام يا جماعه.